يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء اليوم زال الألم يا رعود الشتاء يا جميع الأمم اشهدوا هذا المساء أن ميسي قد انتقم انتقم من خيبات الأمل وقساوات الألم انتقم من الحظ الذي أخيرا ابتسم هذه فرحة العاشقين والتي لا يساويها رقم هذه صرخة المحبين تكاد تسمع الأصم اليوم نال المراد في ليلة سهرنا فيها للصباح لم ننم تلكم كانت الكلمات والتي أقل ما يمكن أن يقال في مناسبة كهذه نصف الكرة الأرضية تمناها لميسي والنصف الآخر أرادها متمنعة رغم كل ما بذله في سبيلها كأس منيعة عاندت البرغوت والذي فاز بكل شيء مع البارسا ولم يستطع إدخال الفرحة على منتخب بلاده حتى آن الأوان وقبل غروب المسيرة وفي نهائي تاريخي بلغ ميسي مراده بأقدام ديماريا وبجرينتا المحاربين والذين توجهوا نحوه مباشرة بعد صافرة النهاية وكأنهم يقولون تلك كانت من أجلك يا ابن روزاريو النهائي المرتقب واللحظة التاريخية 90 دقيقة من حرب الأعصاب بل وكأنها مباراة شوارع كل شيء كان فيها مباحا ضرب واعتراض ودهس بالأقدام كان نيمار ضحيتها الأولى فأبناء البيونس أيروس فهموا أن النهائيات تربح ولا تلعب وبعد هدف ديماريا في أولى أنفاس المباراة صار الجميع يدافع عن حلم غاب عن الخزائن لثمانية وعشرين سنة بالتمام والكمال وعلى أرضية الماراكانا كسر النحس ورفعت الكأس وتوج ميسي بأولى ألقابه مع منتخب البلاد إذن هي الموقعة التي انتظرها الجميع ليس لأهميتها كنهائي لكوبا أمريكا ولا لأطرافها المتميزة البرازيل والأرجنتين ولكن من أجل ليونيل والذي خسر 4 نهائيات منها 3 للكوبا وواحدة في كأس العالم أمام ألمانيا وعلى نفس الملعب الماراكانا الشهير واليوم عاد لينتقم رغم أن أسطورة في حجمه لا يحتاج لكأس لإثبات ذاته ولكن هكذا هي أعراف كرة القدم المجد يقاس بالكؤوس فهي وحدها من ترفع الرؤوس طيب الله أوقاتكم محمد الساقي كورة وبس في القمة لا يكون سلم المجد مزدحما كالقاع كيف لا والمجد كنز ترغبه الأقدام وتطلبه وإن ضاق المجال وتبدل دونه الأرواح طوعا وفيه لا مجال للجدال كيف ولماذا ومتى ومهما كان نوع السؤال فالجواب سيكون واحد ميسي أفضل لاعب في العالم مسرح لاسكالا بميلانو إيطاليا الذي شهد حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا شهد تتويج نجم برشلونة الإسباني هذا التتويج خلق جدلا كبيرا حول حقية ميسي باللقب من عدمه حبر وفير نسيل ولا يزال مجددا بطرح إشكال المعايير المتخذة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل الإعلان عن اسم المتوج ما عمق الجدل في هذا الشق تحديدا هو ما قضت به السنوات الماضية التي كان فيها الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم قد توج سلفا بلقب تشامبيونز ليج حيث تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المنطق في تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أسابيع فقط بناء على تتويجه رفقة الريدز بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبيين علما أن المواجهة المباشرة بين ميسي وفان دايك قد انتهت لصالح الهولندي بعيدا عن هذا وذاك يكون البرغوث الأرجنتيني قد شق طريقه بنجاح لإعلان تفوقه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بستة كرات ذهبية مقابل 5 كرقم قياسي على بعد لقب واحد لمعادلة رقم سون غوغو الذي جمع كرات دراغون بول 7 لا تعجبوا من كلامي فهنا ميسي هنا من فاق الخيال وعاد للتربع على عرش الكرة العالمية من جديد فهل يكون هذا التتويج حافزا
لعاشق التحديات كريستيانو رونالدو، ويعلن استئناف حرب أخمدها الكرواتي لوكا مودريتش، ويشهد العالم مجددا اشتعال لهيب صراع ضمناه لوهلة قد راح وزال. وانتهى المشوار الدون خارج اليورو، يعني أنه لن نشاهد كريستيانو رونالدو مرة أخرى في بطولة هي الأكبر والأشهر على مستوى العالم. ليغيب اسم طبع المسابقة منذ أول مشاركة له في 2004 أمام الأهلي والأنصار في ليلة غدر اليونان، ويسجل في كل النسخ التي شارك فيها، ويهدي أولى ألقاب سيلسا أوروبا في النسخة الماضية، وليكون الختم خروجا مشرفا من ثاني الأدوار أمام فريق منظم وحارس وقف سدا منيعا وكان سببا في إخراج البطل من بطولة اليورو. بلجيكا والتي سجلت هدفا من خارج منطقة الجزاء بعد قذيفة غلطت لويس باتريسيو حامي عرين البرتغال، عرفت كيف تسير المباراة حتى تسير بها نحو بر الأمان. استحقت المرور بعد لقاء تكتيكي وبدني لعب فيه الشياطين كلحمة واحدة، حيث أرهقت البرتغال بالمرتدات واعتمدت على جدار بلجيكي اسمه كورتوا لإيجاد عمليات الخصوم والمرور إلى قادم الأدوار لملاقات الطليان في واحدة من أجمل وأصعب المباريات. والمحزن في كل هذا وذاك هو أن البطولة الحالية ستكون الأخيرة لأحد نجوم المسابقة كريستيانو رونالدو، لاعب سواء كنت مشجعا له أو لغيره ستتفق أن غيابه عن اليورو سيكون صدمة للمشجعين، ولكن العمر له أحكام حتى وإن نسيناها. يذكرنا أساطير تتألق وتغادر، هكذا هي الحياة، قد لا تكون عادلة في ختامها، ولكن في المجمل أنصفت أسطورة من حجم الدون ومقاتلا من طينة بيبي، والذي بدوره سيكون اليوم وداعه الأخير بعد أن